عجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم متابعين قناة المسافرون العرب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن طريق الحصول على فيزا جمهورية دومينيكان السياحية لسنة 2021. يخلط الكثير من الناس بين جمهورية الدومينيكان والدومينيكا، فدتان مختلفتان تماما، حيث أن دومينيكا تقع في جزر الكاريبي وجمهورية الدومينيكان تقع في جزيرة هيسانيولا. وأيضا تفرض جمهورية الدومينيكان فيزا مسبقة لجميع الدول العربية. الآن نأتي إلى الأوراق المطلوبة للحصول على فيزا جمهورية الدومينيكان السياحية 2021. أولا استمارة طلب الفيزا، ثانيا صورة شخصية خلفية بيضاء، وكشف حساب بنكي لآخر 6 شهور، وحجز فندقي مؤكد، وحجز طيران ذهاب وعودة، ودفع رسوم الفيزا المقدرة ب 200 يورو. أيضا توجد سفارة جمهورية الدومينيكان في بعض الدول العربية فقط، وليس في باقي الدول العربية، ليس كل الدول العربية يعني. وأما الدول العربية توجد بها السفارة فهي المغرب ومصر وقطر والإمارات. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.